يرتب أربعمائة مليون عربي حقائبهم في الليل قبل النوم وينامون ليحلموا بالهجرة أنظر في خريطة العالم وأبحث عن بلد آمن كي أسفرك إليه أيها المشاهد في هذه الفقرة ذات الخرائط هيا إلى حيث الجمال ولننسى في هذه الدقائق قبح القهر في بلادنا إلى بلد فيه ملك وملكة جميل نحن نحلم وفيه دراجات لا تسرق لا توقظوني رجاء أنا فعلا في هولندا البلد الذي استعمر إندونيسيا التي تفوقه في المساحة خمسين ضعفا هنا مهد النظام الرأسمالي هنا بلد الزنابق وطواحين الهواء بلد كان فيه فان الذي قطع اذنه تبدو هولندا بلدا وادعا كانه شيخ مسن يمشي بخطى متثاقله وهو يحك راسه حدقوا في شكل الخريطه في هولندا نحو ثمانيه عشر مليونا ولعل فيها متسعا لاربعمائه مليون عربي حتى الآن فيها من العرب نحو مليونين، وقد يفرحهم مجيئنا. سنساعد هولندا في كسب أرض من البحر، سنعمل بلا أجر مقابل طعامنا. صحيح أن مساحة بلادنا العربية أكثر من هولندا بثلاثمائة ضعف. ولكن المثل يقول: بيت الضيق يسع ألف صديق. سنترك بلادنا الواسعة لحكامها وسنذهب إلى هولندا عملا بأحداث مسرحية ناطورة المفاتيح فقد هاجر كل الشعب وتركوا مفاتيح بيوتهم في عهدة فيروز وجاءها الحاكم يشكو فهو لم يعد حاكما لأنه لا يوجد شعب ليت هذا ممكن منذ عقود تحارب هولندا البحر يأخذ منها وتأخذ منها يقيمون السدود والسواتر الترابية ويعيشون على ساحل الخطر زرت هولندا مرات في إحداها اصطحبت عائلتي إلى قرية إدام لنرى كيف يصنعون الجبن المشهورة بهذا الاسم فلم نجد مصنع جبن بل دلونا على متحف للجبن وصناعته فوجدناه فارغاً ففضلنا أن نتمتع بهدوء القرية مع أكواز الآيس كريم ورجعنا إلى أمستردام ومن أحد المحال اشترينا جبن خودة انتقاما من إدام التي لم نجد فيها مصنع جبن وفي رحلة نهرية بأمستردام شاهدنا المباني المتراقصة بناية تميل على أختها أو تنحني إلى الأمام هولندا من اغلى دو... من اغنى دول اوروبا ودخل الفرد السنوي يبلغ ستين الف دولار للكبير والصغير ويكفي للدلاله على قوه اقتصاد هولندا ان نعلم ان ميناء روتردام هو اشغل ميناء في اوروبا وهولندا بلد شركه فيليبس للاجهزه الكهربائيه وهذه الشركه اوقعتني في احراج ذات السنه كنت اسكن في ضحيه السد بمدينه الدوحه واحترق مصباح في منزلي فقلت في نفسي الامر سهل فلاذهب الى متجر فيليبس القريب وها هي صوره هذا المتجر وسالت الرجل عن المصابيح فهز راسه واشار الى الارفف فاذا عليها المعلبات والاجبان فخرجت محنقا وقلت لعل شركه فيليبس ان تسحب ترخيص هذا المحل ومررت بهذا المحل مرارا مرت علي اشهر كثيره ثم اكتشفت وهذه في صوره المحل اكتشفت ان اسم المحل فيلبين وليس فيلبس هذا لتعرفوا مدى دقه ملاحظتي